دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك، لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك لساعته بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة. الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي لو ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره شارب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالالاف كل يوم لهو اكثر دليل على مدى الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامه. هناك حاله من العبث. ايوه حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. هو أنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 ايام قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شامورد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل.
يا معالي الوزير والله. هو كله أطرح يولع يعود يعملوا لك دوشة. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. أنا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوة دي كلها. سكك حديد مرجان. أنا هدفع للدولة مبلغ محترم واشتري السكة الحديد. وتسيبونا بقى إحنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله يا ابن حلال. بالمناسبه دي انا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب ايه ده؟ ديوان شعري من تاليفي اسمه ابيع نفسي. ابيع نفسي. العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه واقول لك رايي. عن اذنك. مع السلامه فندم. جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، أحسن شاعر في مصر، فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة اوصف لك قد ايه كنت فخورة وانت بتاخد الجايزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني انا عايزة نسخة تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخة اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه تانية؟ ما احنا عملنا الطبعه التانية قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضو الحمد لله. انا بس يعني عايز اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. العجاتي انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزله. ايوه انا عايزاك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين من مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب. ومعنا أيضا لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية، والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي الساعة الصبحية ما حدش يقول الرزق لا. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني
حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل ده عبير كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص تمشي في